وهذا سائل يقول: إذا ما قمنا بنصح إخواننا باتباع السنة وترك البدع وتحذيرهم من الفرق الضالة كره القول وقال كلنا مسلمون، فما نصيحتكم لهم جزاكم الله خيرا؟ كما ذكرنا في الجواب اللي قبل هذا، يجب التثبت في الأمور يا إخوان، لأنه كثر القيل والقال الآن، كثر التراشق بين الشباب وبين المبتدئين من طلبة العلم، صاروا يضللون ويكفرون ويبدعون بدون معرفة وبدون دليل، فعليكم بالتثبت في هذه الأمور ولا تتسرعوا فيها. نعم.